وفي نشرة سابقة أكد دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تميز تجربة مملكة البحرين في العمل الإنساني أثناء جائحة فيروس كورونا. البحرين رسمت صورة جميلة للعالم في الإدارة، ولا شك أن إطلاق سمو الشيخ ناصر وقيادة الحملة الوطنية فينا خير يعتبر تتويج للعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين، حيث ساهم الجميع من مؤسسات وشركات ومواطنين ومقيمين، ودور الإعلام كان رائع، وأنا كنت معاكم من ساعة واحدة الظهر لواحدة بالليل أيام، وتمكننا من جمع 100 مليون دولار تم الاستفادة منه في دعم فئات متضررة ودعم مشاريع تنموية. كان نعم. شيء رائع، وتجربة البحرين بعمل إنساني بهالفترة الكورونا شيء راح يسجل في التاريخ.